اسبوع جديد طلعت اسبوع جديده، طلعت الاسبوع ده اجدد اكل في مصر. كل فترة كده بشوف ايه المطاعم عملته اكل جديد وبجمعه لكم وبنعمل بيه طلعة. دعبست كده ما لقيتش غير 6 مطاعم بس هم اللي عاملين اكل جديد، فجبتهم كلهم النهارده. ترى مش حلو عندهم ونص نص ولا اي كلام، اشتريت تقريبا منهم ايه، والاسعار حتى كلها النهارده شامله كل حاجه، ما بدفعش عليها غير التوصيل بس. لو عجبتكم الطلعه مش لايك القمر، لو مش سبسكرايب لو سمحت تعملوا سبسكرايب. يلا بينا. حصل موقف في منتهى الغرابة دلوقتي، أنا طلبت 6 مطاعم، 5 منهم وصلوا مع بعض واقفين جنب بعض، خدت الفواتير ودخلت وطلعتش أنا حاسب بقى، كنتاكي فين؟ أنا أهو، ماكدونالدز فين؟ أنا أهو، أطلع لكم واحد واحد ونبدأ الطلعة، هنبدأ البيتزات عشان ما تبردش. نبدأ بأول حاجة بريموس بيتزا، عاملين بيتزا جديدة سموكي برجر. بيبقى برجر مع جبنة أمريكية وجبنة موتزاريلا وفلفل أخضر وخيار مخلل وصوص سموكي. نبدأ بالبريموز سموكي برجر جديدة. بيتزايا في منتهى الصياعة اللي في الدنيا، قطع بيف برجر طعمها حلو جدا، صوص السموكي ده عظيم معاها، مديها تدخينة كده، الجبنة الأمريكية مع الجبنة السموكي عاملة ميكس تحفة، والخيار المخلل بقى مديك المزازة تحفة، جامدة جدا. صياعة عجبتني قوي. ناخد واحدة كمان معلش، واحدة سريعة كده. البيتزا بتاعتهم بان اللي هي بتبقى عريضه مش شرطين رفيعه، وانا بحترم بريموز قوي ان هو براند مصري وقدر يعمل بان بيتزا جامده جدا كده، والكلام ده من زمان من ايام الطلعه اللي طلعتها له مش دلوقتي، من ساعتها هو عاجبني جدا. بيتزا جامده فكرتها حلوه قوي قوي قوي. نخش على المطعم التاني دومينوز بيتزا، عاملين ستافت كراست جديد، هم طول عمرهم ما عندهمش ستافت كراست لسه عاملينها جديده، وعاملين كراست تانيه اسمها تشيز بيرست كراست، بتبقى طبقة جبنة والمكونات وطبقة جبنة تانية، فطلبت نوعين العجينة دول وطلبت كل واحدة منهم نصين عشان برضو اجرب كذا واحدة مختلفة. تعالوا اوريهم لكم. دي بيتزا ستافت كراست، نص فيليت تشيز ستيك ونص كيكرز بيتزا. الفيليت تشيز ستيك ده بيبقى شرايح ستيك بقري مع فلفل اخضر ومشروم وبصل وجبنة موتزاريلا وشرايح جبنة امريكية، والكيكرز بيتزا دي بتبقى قطع فراخ مع بصل وجبنة موتزاريلا وشرايح جبنة امريكية وفلفل حار واوريجانو مع اختيارك صوص من الثلاثة، باربيكيو او رانش او صلصة حارة، انا اخترتها صلصة حارة. نبدأ بالفليت تشيز ستيك. البيتزا نشفت شوية. هو دار البيتزا في ردة زي اللي موجودة في العيش كده، دي بتضايقني قوي. انضفها كده. هي حلوة بس المكونات اللي عليها بسيطة شوية، يعني مش مخدومة ومفروشة مكونات. وبردت سيكا عشان ما اظلمهاش هسخنها ونيجي تاني. سخنا البيتزا نجرب تاني. وانا لما شفت في المنيو فيليت تشيز ستيك توقعت ان قطعه فيليه، بس هي قطعه عامله زي البيبروني او البيف بيكن عاديه خالص. كمكونات بيتزا مش رهيبه. ستافت كراست حلو اللي احنا اصلا جايبينه عشانه النهارده، حلو طعمه حلو وواضح قريب قوي في الطعم بتاع بيتزا هات، بس كبيتزا لارج حجمها صغير والمكونات مش كتير. يعني انا جبت بيتزا لارج كتير من اماكن تانية، لا اكبر من كده بكتير مش عارف. خش تبع كيكرز دي حلوه قوي قوي، الاوريجانو ده هو سر الموضوع كله، جامد قوي. دي عجبتني قوي بقى، قطع فراخ ناجتس اوريجانو بصل هالبينو جبنه، الميكس كله ماشي مع بعض امر حلو قوي، عجبتني قوي دي. مع الستافت كراست بقى كمان مزود الحلاوه حلاوه جامده جدا، بس ما زلت معترض على حجمها. دي البيتزا النصين الثانيه، جبتها نص اكسترافاجانزا ونص تكس ماكس تشيكن. اكسترافاجانزا دي بتبقى بيبروني وسجق ايطالي ولحمه بقري مع بصل وفلفل اخضر ومشروم وزيتون اسود وجبنه موتزاريلا وصلصه دومينوز. والنص الثاني اللي هو التكس ماكس بيبقى قطعه فراخ مشويه مع بصل وزيتون اسود وفلفل اخضر وجبنه موتزاريلا وصوص الدومينوز، وبتضاف عليها فلفل لو عايز حسب الرغبه. طبعا انا ضفته. نبدا بالاكسترافاجانزا.
رهيبه البيتزا لما سخنت بقت رهيبه. حطيت معاها جبنه كريمي كمان. دي غنيه قوي 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 رهيبه. طعم البيبروني تحفه، طعم اللحمه اللي معاها تحفه، الصوص الاحمر معاها حلو جدا، الجبنه الكريمي دي مديها غنوه رهيبه مع قطع البصل حلوه قوي قوي قوي. وتقريبا كده الجبنه الكريمي دي هو البريست كراست ده، لان هي مش مكتوبه في المنيو فيها جبنه كريمي خالص، تقريبا نوع الكراست ده اللي هو جبنه هو اللي مديها طعم الجبنه الكريمي ده رهيبه. نخش على التكس ميكس بالفلفل. وسخنت قطعة فريد تشيز ستيك تاني، لان برضه لما سخنتها ما كانتش سخنت كويس، فمش عايز اظلمها. حطها على جنب كده، نضرب دي ونرجع لها. انا كنت صح فعلا، طعم الجبنه الكريمي هنا موجود برضه، فواضح ان من العجينه ان هي بيرست كراست دي. العجينه دي اي حاجه حتى معاها تبقى حلوه، لان جبنه كريمي مع بيتزا مستويه كويس بتبوم ايا كان المكونات اللي فوقها بتبقى حلوه. فحلوه جدا برضه الفرخه المشويه مع تاتش الاوريجانو والزيتون الاسود والفلفل الاخضر، عظيمه. بس الكيكرز اجمد، يعني كبيتزا فراخ الكيكرز اجمد من دي بكتير. نجرب بقى فيلتش ستيك تاني بعد ما اتسخنت عدل. لا ما ظلمتهاش، هي مش مبهره فعلا. طعم الفيلتش ستيك اللي فيها ده ضعيف قوي وكميته مش كتيره، فتحس ان هي بيتزا فقيره، فلا ما ظلمتهاش كده، انا مرتاح. العجنتين جامدين، بس البرست كراست دي رهيبه رهيبه. بس اجمل بيتزتين في الاربعه اللي جربناهم لغايه دلوقتي الاكسترافاجانزا والكيكرز فراخ. الاكسترافاجانزا كلحمه والكيكرز كفراخ، دول فظاع. نخش على معلم كنتاكي، عامل ساندوتش جديد اسمه ماسي زينجر او ماسي برجر، يعني الاثنين هو نفس الساندوتش. الساندوتش اهو كول سلو. دول اربع قطع مالناش دعوه بيهم. انا كنت طالب ريزو، فين الريزو؟ مش انا كنت طالب ريزو يا ابني؟ خمونا الصينيين. ولا هو ده الريزو؟ ده هو ده الريزو. ما فين الساندوتش؟ لا اله الا الله. للاستمرار باللغه العربيه اضغط. لعمل طلب جديد اضغط واحد. مساء الخير يا فندم، روضه المحريته. مساء النور يا فندم. انا لسه طالب اوردر اوريدي، بس انا كنت طالب الماسي برجر الجديد وطلبت وجبه اربع قطع وريزو. حضرتك بتتابع اوردر؟ انا لسه طالب اوردر من شويه. وصل لحضرتك؟ وصلني. بفتح دلوقتي، هو كان المفروض اربع قطع وريزو وماسي برجر الجديد. مظبوط. لقيت الاربع قطع والريزو والماسي برجر مش موجود في العلبه، يعني ناقص الساندوتش. مفيش ساندوتش. بعتذر لحضرتك اولا يا فندم، لحظات لعمل كومبلين. تمام، انا عملت لحضرتك كومبلين دلوقتي، واخلي حد من الفرع يبعت لحضرتك الساندوتش اللي ناقص في اسرع وقت ان شاء الله. ماشي يا فندم، شكرا. شكرا لك. مع السلامه. مطاعم عالميه وبراندات كبيره، احنا لسه بنقول على بريموس براند مصري وجامد وبينطح في الكبار. يعني ايه براند عالمي زي كنتاكي يعمل حركه زي كده؟ يعني ايه واخد الاوردر ومتاكد عليه ومحاسبني عليه كله، افتح ما لقيش ساندوتش؟ في حاجه اسمها كده؟ خش على بعضه. نخش على ماكدونالدز، وربنا يستر. ماكدونالدز عاملين موتزاريلا ستيكس جديده، وفي ساندوتش كده اللي هو سيكريت مينيو. مش سيكريت مينيو، انا ما جربتش قبل كده الصراحه. هو عباره عن البيج ماك العادي بس دبل ميج ماك، وبيتقال عليه برده ساعات ميجا ماك، هو نفسه برده. فهنجربه مع بعض كده بالمره. ده فرايز لارج مالناش دعوه بيه، انا جنبي كده. ماكدونالدز اجمد فرايز في مصر كلها، فظيعه. بس طبعا تاكلوها جوه المطعم، اي فرايز في الدنيا بتيجي دليفري باي باي. ده البيتزا لسه جايبها حالا وتلجت. ايه ده؟ لا اله الا الله، الحقيني يما. ده هي دي الموزاريلا ستيكس في العلبه الصغيره، انا فاكر جايب صوص، وعاد الله انا فاكر ده صوص والله. هي دي؟ يعني هو ده اللي عامله جديد؟ الخاتم ده؟ الله يخرب بوكو. طب اقول لها كويس انا جبت الساندوتش بقى، اصل مش بقول لك انا هجي على دي ويمشي. ده بقول لهم والله مكسوف منهم. نشيل ده على جنب كده. هقول لهم ايه؟ الله يكسفكم يا بعض. بس والله انا وشي منكم في الارض. انا حقيقي مكسوف منكم. ماكدونالدز ليتشاكو عاملين موزاريلا ستيكس جديد، فبطلب الاوردر. حضرتك عايز الموزاريلا بوكس؟ تلاقي ايه البوكس ده حضرتك؟ انت إيه بتبقى ثلاث اصابع موزاريلا ستيكس ومعاها سويتش شيلي صوص. قلت له ماله؟ يعني كتري زي ما انت عايز ما يهمكيش، اصرفي زي ما انت عايز ما يهمكيش. فبفتح بقى الاولدر. لحظه كنتاكي بيتكلموا. الو؟ الو؟ ايوه؟ مساء الخير يا فندم، مطعم كنتاكي مع حضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ انا معلش انا قاعد بس هو الغالي في مشكله في الاوردر. امورني حضرتك، انا كنت طالب ساندوتش ماسي برجر الجديد. ايوه. وطالب اربع قطع ورز ريزو. تمام. بفتح العلبه دلوقتي لقيت الريزو ولقيت القطع، بس الساندوتش مش موجود في الكيس. ما جاش الساندوتش، ما جاش حضرتك. انا بعتقد جدا، انا هبعت لك ساندوتش حالا. انا بعتقد جدا حضرتك، انا هشوف المشكله فين وهبعت لك اي حاجه، هبعت لك الساندوتش حالا. ماشي يا باشا، كتر خيرك. شكرا. ماشي. شكرا. مع السلامه. يعني ايه والله انا مش مصدق، هو التانيين جايبين لي ضعضع وحاجه زفت. اقعد يا روكي بقى، مش طالباك ده هو مسو. فقلت لها هات البوكس عشان يعني نبقى صارفين وجايبين حاجات جامده. اتاري بقى ده البوكس، هو ده احنا كده جبنا البوكس كله. البوكس بقى
سخنها واجي لكم. طيب بص بص المرحومه جالها السل امتى؟ بص عملت ازاي ثلاث قطع. ده الموزاريلا ستيكس بوكس، بيبقى ثلاث قطع موزاريلا ستيكس زي ما انتم شايفين كده. بصوا ده صباعي ودي موزاريلا ستيكس. اشتروا بس الحجم عامل ازاي، صغيره جدا. وده السويتش ريسورس بينزل معاها. يا ترى يا هل ترى؟ عايز بقى بص تشدي لغايه البلكونه هناك. ايوه في ايه؟ والله بجد في ايه؟ موزاريلا دلعه فمالهاش طعم خالص خالص، وحتى كنوع موزاريلا مش بتشد مثلا شده رهيبه، لا عاديه خالص. طب نجرب بالسويتش دي كده، هو اكيد في سبب انهم عملوها في بوكس وحطوا معاها السويتش دي يعني. بالسويتش اللي بتقول لوحدها مستحيل، وفي كل الاحوال مش مستوى ماكدونالدز خالص، يعني مش ده اللي كنت متوقعه من براند عالمي زي ماكدونالدز لما يعملوا موزاريلا ستيكس. في مطاعم محليه في مصر بتعمل موزاريلا ستيكس اجمد من كده مليون مره. خش بقى على النجم ده، ده مش جديد يعني، ده مش تبع الحلقه النهارده قوي، بس انا قلت اجربه معاكم بالمره بما اننا ناكل ماكدونالدز. ده اللي بيقعدوا يقولوا عليه سيكريت منيو، هو مش سيكريت منيو، هو في حاجه في مصر سيكريت يا باشمهندس. ده شكله كده طبقتين برجر من فوق وطبقتين برجر من تحت، هو نفس البيج ماك بالظبط بس دبل بيج ماك او ميجا ماك. طب هو احلى ولا البيج ماك العادي؟ لا هو احلى، لان اربع قطع برجر مع بعض طعمهم اوضح بكتير من البيج ماك العادي طبعا. بس في كل الاحوال اضرب بيك تيستي او ماكرويل، ولا ناخد البرجر الصغير ده كده كده يعني. خش على بعده هارديز، عاملين سندوتشين جداد تشيز ستيك وبيج بوس. ده كيرلي فرايز فاميلي مالناش دعوه بيه. شكله كده يا خسارة يامّا، مفيش فرايز تاكل بره المطعم مفيش. نبدأ بالفيلي تشيز ستيك، أنا بحب أوي التغليفة بتاعت هارديز، ولاد ناس أوي. ده تشيز ستيك بيبقى برجر مشوي على اللهب مع قطعة فيلي ستيك مشوية وبصل وفلفل أخضر وجبنة سويسرية وجبنة أمريكية ومايونيز. طبعًا سخنته عشان خلاص جمد. هو غريب طعم الستيك المحطوط طاغي على البرجر، مغطي على طعم البرجر، وحاسس بصل مكرمل برضو. مش وحش بس مش دماغ انا، لان هو كساندوتش مش وحش. انا افضل ان طعم البرجر يبقى هو اللي طاغي مع الصوصات. ده التشيز ستيك المحطوط معاه هو اللي قافل على البرجر، فمش تحس بطعم البرجر، حاسس ان انا باكل ساندوتش لحمه ببصل مكرمل، فمش مظبط قوي مع دماغي الصراحه. خش على البيج بوس. وهقص هقص وهبقى البوس وارقص كده على واحده ونص. ده البيج بوس بيبقى قطعتين برجر مشوي على اللهب مع شريحتين جبنه امريكيه سايحه وخس وطماطم وصوص هاردز الكلاسيكي. حلو جدا بس مفيش حاجه تحرشنه، يعني كان محتاج بصل احمر، ده قطع بصل معاه اللي هو هيتحول فيلم ستار، فاهمين قصدي؟ فحلو بس طبعا فيلم ستار احلى بكتير، لان البصل ده مديله بقى حرشنه كده مخليه احلى واجمل. ده برجر بجبنه بس تاني اجمد. كنتاكي وصل بالسلامه، تعالوا اوريك الميسي برجر الجديد. بيبقى قطعتين فراخ مقليه مع صوص باربيكيو وجبنه امريكيه وخس وخيار مخلل. اختفوا كده والراجل لسه داخل، هو اصلا جاي بارد مش سخن خالص. يا جماعه خلطتهم رهيبه، خلطه كنتاكي رهيبه، مع احترامي لكل مطاعم الفرايد تشيكن اللي فتحوا في مصر، وفي منهم كتير جدا بيقدم كواليتي محترمه جدا، بس برضه كنتاكي بخلطته في حته ثانيه خالص، سبحان الله يا اخي، حته ثانيه لوحده خالص. فاكرين يعني عشان الحركه القرعه اللي عملوها دي خبط فيهم؟ والله ما يحصل. ساندوتش حلوه حلاوه رهيبه، قطعتين فراخ تتبيلتهم تحفه، السبايس بتاعهم واضح جدا جدا، التتبيله واصله من اول حته الفراخ لاخر حته جواها، الباربيكيو اللي محطوط مش جازع مش كتير، مش مغرقينه باربيكيو فيجزع نفسك سكر وتتقفل منه كده، معلم حلوه قوي قوي، معمول بمعلمه بصراحه. لو تفتكروا اخر مره جربت المونستر ما كانش عاجبني، لان كانت الفراخ ناشفه قوي، ناشفه في ناشفه كده، ما كانش فيها جوسنس، هنا الموضوع مختلف خالص، جوسي جدا، عجبني الصراحه. نخش على اربيز، اربيز عاملين ثلاث سندوتشات جداد، تيستي سموكت بيف، تشيكن رانش، تشيكن تيستي. ده كيرلي فرايز مالناش دعوه بيه. يا ساتر يا رب. ده عامل زي البصل البايظ. نبدا باللحمه وبعد كده نخش على الفراخ، نبدا بالتيستي سموكت بيف، بيبقى سموكت بريسكت مع جبنه سموكت وخس وطماطم وبصل وصوص تيستي.
وانا مبدئيا كده عجبني ان الساندوتش مليان صوصات، غرقان صوصات. الصوصات حلوه والبريسكت دي حلوه برضو، يعني صوص السموك ده حلو والبريسكت حلوه مستويه كويس، بس تتبيلتها ضعيفه قوي، مش حاسس بتتبيله في اللحمه خالص، حاسه ناقص ملح مثلا وتوابل وكده، فمش واو ومش وحش عادي. خش على تشيكن رانش، ده قطعه فراخ مقليه مع جبنه شيدر وخس وصوص رانش. والعيش بتاعهم حلو قوي بالمناسبه، قوي قوي يعني. عجب البطاطس تقريبا، انا مش عاجبني خالص الفراخ، تتبيلتها وحشه قوي مش واضحه، خفيفه خالص، الصوص الرانش بتاعهم ضعيف مش قوي كده وعنده شخصيه قويه، فكساندوتش فراخ ما كيفنيش الصراحه. نخش على تشيكن تيستي، يبقى فراخ مقليه مع خس وصوص تيستي. كساندوتش فراخ ده احسن بكتير من الرانش، لانه مغرقين صوص بيك تيستي، والطعم بيك تيستي واضح فيه جدا وحلو قوي، بس تتبيله الفراخ نفسها هي نفس المشكله، انها ضعيفه قوي، صوص واضح في بقك كل حاجه، طعم الفراخ بقى ملهاش طعم تتبيله، فمحتاجين نظبط التتبيله عندهم في اللحم وفي الفراخ. خلاويص خلاويص، اقول لكم بقى الخلاصه، ايه في الحاجات الجديده تستاهل تجربوها وايه اللي لا ملوش لازمه؟ بصوا مبدئيا نصيحه لوجه الله، محدش يجيب فرايز في البيت دليفري، حرام والله العظيم هتتنكدوا. بس نبدا بدومينوز، ستافت كراست حلوه، اه مش احسن مطعم بيتزا بيعمل ستافت كراست بس مش وحشه، يعني لو انتوا اصلا بتحبوا دومينوز هيعجبكم فكره الستافت كراست اللي هم عاملينها، لان عاملينها حلو. التشيز بيرست كراست انا ما اعرفش دي اول مره يعملوها ولا كان موجود عندهم قبل كده، بس جامده جدا برده، عجبتني قوي. البيزات مش علق عليها قوي لان انا كل جربتهم اربعه، فلسه لغايه ما نعمل طلعتهم يعني، كده كده هعمل طلعه لدومينوز، ساعتها هقول لكم اجمد حاجات عندهم ما تفوتش، انما في الاربعه اللي جربتهم انا الاكسترافاجانزا والكيكرز بيتزا، دول اجمد اتنين في الاربعه، لحد ما نعمل الطلعه بتاعتهم. بريموس بيتزا ارشحها وبقوه وبجد شابو ليهم، وبالمناسبه ناس كانت بتقول لي على فكره هم خادمينك وحاطين جبنه في البيتزا عشان انت قاعد وبتصور، لا البيتزا جت في البيت نفس الكلام، ولا حد يعرف انا مين، ولا حد يعرف انا هصور، ولا الهوا ولا الدموع ولا اي حاجه، وجت نفس ما اكلتها في المطعم عندهم لما عملت الطلعه. يا جدعان قلنا مليون مره انا بروح فجاه، ما يلحقش يعمل حاجه مخصوص، مستحيل، فكانت جامده جدا وعجبتني جدا، شابوه، وشابوه ان انتوا براند مصري واثبتوا نفسكم في السوق بتنافسوا المطاعم العالميه، برافو بجد. هارديز السندوتشين بتوعهم انا ما رشحهمش قوي، لا يعني عادي. كي اف سي ارشحه بقوه، مسا برجر النهارده حلو قوي، وكل اللي ضايقني في المونستر ما كانش موجود فيه، المونستر لو تفتكروا كان الساندوتش فراخ بس وما فيهاش جوسنس كده، الدنيا ماسكه في بعض كلها، ثلاث قطع فراخ والجبنه مش عامله حاجه ولا مطريه الفراخ دي، الدنيا كانت ناشفه قوي ماسكه في بعضها كده. النهارده لا، الساندوتش فعلا مسي، الباربيكيو محطوط مش مغرقينه بهبل، محطوط حبه صغيرين، الجبنه اكتر والفراخ جوسي وتتبيله كنتاكي العظيمه، فبجد ساندوتش تحفه. ماكدونالدز اوت يعني، الموتزاريلا عاديه خالص زي ما تقول في مطاعم محليه بتعملها من كده كتير، فيعني لا. اربيز الثلاث سنوات ما كانوش احسن حاجه كتتبيله، لحمه وفراخ. خلاصه الكلام، ايه الاكل الجديد في مطاعم مصر اللي ما ينفعش يتفوت؟ بريموز وكنتاكي. بس كده، هي كانت طلعت الاسبوع ده، لو عجبكم الطلعه سيب لك القمر، ولو مش عايزين سبسكرايب لو سمحتوا تعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان كل حاجه بنزلها اول باول. لحد الاسبوع الجاي ان شاء الله، في اسبوع جديد وطلعه جديده، اشوفكم على خير.